صباح النور، صباح الخير، كيف دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، اموركم هانيه. هذا الفيديو كان صور لكم الصباح بكري. المهم هذا النهار غادي نمشي للسبيطار، وقبل قلت غادي نصور لكم هذه المقدمه. المهم بالنسبه للفيديو ديال النهار غادي يكون فيه بزاف ديال المقاطع، غادي يكونوا فيه داكشي اللي درتو قبل، يعني دوك الايام غير دخلت من السفر نيشان. خصكم الاثنين صبحت على المواعيد، يعني اللي كتكون قبل اي عمليه. صافي، وهذا النهار هو النهار ديال العمليه، النهار الموعود. نتمنى منكم الدعاء، ونتمنى يا ربي الشفاء للجميع، وان شاء الله كلشي يدوز بخير وعلى خير. نقول لكم مسامحه، ما تقدروش تعرفوا الواحد غادي يتبنج كليا، تقدروش تعرفوا. المهم مسامحه. بالنسبه غير بغيت نقول لكم عاوتاني حاجه اخرى، ما ديروش بحالي اي حاجه. قال لكم الطبيب خصكم عمليه ولا يعني كضركم ومحتاجين عمليه، ديروها، ما تبقاوش يعني كما نقولوا حنايا كتزاهدوا كل مره كتقولوا دابا. انا هذه يعني تقريبا شحال وانا كنقول معليش من بعد، ولكن يعني صافي جا الوقت، لانه الطبيب خوفني قال لي الا ما درتيهاش دابا تقدر من بعد يوقعوا لك يعني مضاعفات، وما نعرفش نلحقوك في المستعجلات لما نلحقوكش. قلت اللهم نديرها دابا، فيا نديرها ونتهنى منها. المهم، وحاجه اخرى اللي نوصيكم عليها هي قبل اي عمليه كيف ما بغات تكون، صغيره كبيره، ضروري ما تسولوا على الطبيب. تسولوش عليه زعما شكون هو، واش متزوج، شحال عنده، لا يعني تسولك. كنضحك معكم ولا ستريس قاتلني لداخل. سولو يعني واش عنده تجربه، واش عنده اون بون ريبوتاسيون في هذاك السبيطار اللي كيدير فيه لي زوبيراسيون. دابا تقدروا تدخلوا كاع الا ما كتعرفوش الناس، سولو عليه الطبيب ديالكم، سولو عليه، فهمتوا؟ كاع الا تقدروا تدخلوا غير جوجل كديروا السميه ديال الطبيب، كيعطيكم لي زوبيتو كي كيخدم في واحد ولا جوج ولا ثلاثه، كيعطيكم لي زوبيتو فين خدام، كتلقاو شي مرات حتى لي فوروم الناس كيهضروا عليه ولا، فهمتوا؟ يعني من تما غادي تاخذوا واحد النتيجه اللي تخرجوا بها، اما تقدروا هو اللي يدير لكم العمليه ولا لا. المهم انا ماشي هذا، يعني هذا هو اللي كان مخوفني اكثر من العمليه، يعني واش غادي نطيح في شي ميدسا مزيان ولا بحال هذاك اللي قزر لي رجلي وخلاني عوجه كما نقولوا بين قوسين، ماشي عوجه ولكن المهم خلاني ديك الاعاقه الصغيره. هذا هو اللي زعما متخوفة منه أكثر، وكنوصيكم يعني كنوصيكم ولا مديروش بحالي، سولوا عاودوا سولوا. المهم نتمنى لكم نهار إن شاء الله مليء بالتفاؤل والطاقة الإيجابية. غادي نخليكم غادي تشوفوا كما قلت لكم يعني لقطات من كل نهار كنت كنمشي فيه باش ندير تحاليل. المهم كاع دوك التحاليل كنت كنديرهم، وهذا وحتى الدراري هنايا وجدت لهم يعني تقريبا واحد نقدر نقول ديال 4 ايام هكا تجي الحال ساهل لراجلي ما كيعرفش يطيب، غير تجي الحال ساهل انه يخشي في الفران. ومهم بعد هذيك 4 ايام نتمنى انني نكون من بعد يعني من واحد السيمانه نوقف على رجلي مزيان. المهم هذا الشيء ما كاين، نخليكم ويلا كتب، نتلاقاو من بعد. يلاه تهلاو لي فريوسكم ودعواتكم معايا. صباح عليكم، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه ان شاء الله. عاد مقلوبين، باقي عاد فينا ديك التوقيت ديال الهيا. المهم هاد النهار عندي رونديو في الصباح بكري، ضروري 8 ونص نكون في السبيطار، غادي نبدا الاجراءات ديال قبل العمليه ان شاء الله، داكشي علاش راني فايقه بكري. نقول يلا نتمنى نهاركم يدوز مزيان ومليء بالتفاؤل والفرح وكل شيء زوين ان شاء الله يا ربي. يلا تهلاو لي فريوسكم، نتلاقاو من بعد ان شاء الله.
ساليت لا راديو الالكتروراديوغرام بقى لي موعد اخر مع الانستيزيست الطبيب اللي غادي الطبيب ولا الطبيبه اللي غتبنجني. المهم الراديو الاول درتو على حساب لي بومو ديال الريه والالكتروكارديوغرام ديال القلب. دابا جيت نشرب قهوه ديري بوز حيت الرونديفو الاخر حتى الوحده ونص وخصني ضروري نبقى في السبيطار ما نمشيش في الدار داك الالكتروكارديوغرام خصني نبقى هنايا قالوا لي ما تخرجيش. دونك فوالا هادشي اللي كاين. نشرب قهيوتي نشوف مع من غادي نهضر لانه خصني ندوز الوقت. دابا شوف الواتساب البنات اللي عيطوا لي البارح سولوا فيا كي وصلت فوالا هادشي ما كاين. المهم راني عاد مدوخه فيا النعاس حيت تقريبا 24 ساعه ما نعسناش مع داك علاش. قهوه ثانيه يمكن الله اعلم الى غادي نتغدى هنايا كنظن غادي نشري اما سلطه ولا نشوف شنو نشري. كنت زعما النهار غادي نتعبر باش نشوف واش زاديت ولا لا ما عرفتش غادي نشوف. مي غادي نشوف يمكن واش الا صبرت الجوع من الصباح حتى ندخل للدار. اذا ما صبرتش غادي ناخذ شي حاجه هنايا حيت دابا راه فيا الجوع نيت واخا كلت داك البان وشوكولا فيا الجوع. ناخذ القهوه ديالي دابا عاوتاك صافي كنقرا في شي واحد الكتاب وفيا النعاس شتو هذا كيقول بانني عيانه باقي فيا النعاس عاد. صافي هنا وصلت 12:40 دقيقة يعني الجوع حتى تصليت في الطون ومعاه كوكا ديما كلهم باش نمشي لونديفو ديالي مع الوحدة ونص. صافي تغديت شبعت الكويشة نمشي لونديفو عندي بوغ سات هاهي دابا غادي نمشي لونديفو مع البناج شوف عندي مع وحدة ونص. دابا كنتسنى جيت شوية ونافونس واحد ربع ساعة قلت زعما نجي بكري يمكن كندوز بكري قبيلا وقع مشكل في الإلكترو كارديوغرام حسبت لي شي واحد كاين ونصدعهم بالهضرة لاباري مبقاش تخدم و زيدو بليجي باش خليني نتسنى مشاو جابو لاباري أخرى. المهم بس ما نقولكم كتوقع ولكن زعما بحال هكا هوبيتال كبير نورمالمون خصو يكون عندهم كلشي. انا قلت لها قلت لها كان شي اورجونس قالت لي هادي دو سمان هي هاديك الطبيبه اللي كانت ما قالت لي هادي دو سمان باش قلت لهم بانه خاسر قالت لي مشيت كونجي ورجعت قالت لي هاد النهار عاد بديت الخدمه ولقاتو حتى هي خاسر. دونك بقات كتعيط لهم عاد وجابوا لها واحد اخر. ايوا المهم انا غادي نتسنى دابا باقي لي واحد ربع ساعه ديال جبت كتابي غادي نقرا نتسنى حتى ندوز. صافي هادشي ما كاين. المهم الباتري ما بقاليش بزاف الا جاني ميساج كنشوف الا ما بقاليش الباتري نكمل معاكم البلوك في الدار ان شاء الله. ساليت مع الطبيب ديال الانستيزي ظريف الله مراسلها شرح لي كل شيء مزيان بالتفصيل. صافي دابا ساليت ندخل الدار راهي الزوج عييت من الصباح انا في السبيطار القسم الا عييت واخا غير بالكلاس واخا غير بالكلاس وهاديك المشوار نجي سير لهادو ديالو سير لهادو ديالو وخلص انا سير لاكاس التحاليل كل شيء مزيانين الحديد والسكر كل شيء مزيان. صافي دابا غادي ندخل للدار نكمل معاكم الفلوق تما ان شاء الله. باقي لي التيست ديال بي سي ار ديال كوفيد والعمليه الله يدوز كلشي بخير. هادشي اللي نقول صباح الخير صباح النور الغزالات كيف دايرين لاباس عليكم نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير اموركم هانيه ونهاركم يدوز زوين ان شاء الله مليء بالتفاؤل والطاقه الايجابيه يا ربي كل وحده فيكم. المهم عندي موعد عاوتاك هاد النهار غادي يمكن هاد الفيديو نجمع لكم مع الفيديو الاخر ديال الموعد الاول. هذا الموعد الثاني ديال بي سي ار ديال تيست كوفيد
ولا كورونا قبل العمليه. الحمد لله التست الاول كل شيء كان مزيان، لا بالنسبه للقلب لي بومون، بالنسبه للحديد نسبة ديال الحديد عندي مزيانه، كوليسترول كلاوي مهم حيت داروا لي ان بيلون المره اللي دازت، كل شيء مزيان الحمد لله. نتمنى انه هاد التست هذا حتى هو يكون نيجاتيف، كلشي كنبغيو يكون بوزيتيف الا التست ديال كورونا. المهم انا باقي عاد نهاري ليل وليلي نهار، باقي مقلوبه ما نعستش مزيان هذا النهار، شوفي عيني وتعطيكم الخبر. نعست يمكن زوج سوايع ونص اللي نعستهم، المهم علينا غادي نحاول هذا النهار ما نعش بالنهار يعني، باش هكا يمكن نعس بالليل وندخل في الريتم ديال هنا، لان انا عاد مقلوبه باقيه على داك الريتم ديال ليها. فرق ديال 6 سوايع راه ماشي ساهل، وهذوك اليومين اللي ما نعسناهمش يعني بحال اليومين اللي ما نعسناهمش هما راه ماشي ساهلين. المهم علينا، عندي مواعيد، عندي بزاف ما يدير هاد السيمانه، خصني نكمل ادوات ديال الدراري، خصني نتقدى. المهم ما غاديش نطول عليكم، انا غادي ندخل دابا باش ندير تيست، وما عرفتش واش غادي يعطوني الريزلت دابا ولا ما غاديش يعطوني دابا اكيد، لان هذاك المره باش درناها لا المره الاولى باش كان راجلي مريض ولا المره الثانيه ما عطاوناش الريزلت سور بلاس، دونك ديكو معليش انا غادي نعرفهم دابا يومين ان شاء الله لحقاش اولا غدا غدا يعني على هذا النهار. نتوما غتشوفوا الفيديو من بعد ما غتشوفوه دابا، لانه ما غاديش نحطو دابا، نحطو ان شاء الله يمكن اما دابا يومين ولا 3 ايام، المهم غادي نشوف على حسب. انا ما بغيتش ندير لكم الفيديو الاول بوحدو والفيديو الثاني بوحدو على لي رونديفو، قلت غادي نجمعهم مره واحده. المهم علينا ان شاء الله يكون خير هادشي اللي نقول، يلا نهاركم مبروك. كنتمشي في يد دوخه ديال الناس، كنتمشى غير كنت غادي نطيح في يد دوخه ديال الناس مازال بيسير بخير من بيسير نتبع السهم غادي ندور خلف من بيسير. هو من هنا حتى هذيك المرة باش جيت ما جيتش انا باش درتو، مشيت قالك خاصك تقيدي، مشيت لاكيس قالو لي لا راه كان بروغرامي على الغدا خاصك ترجعي عندهم باش يقولوا لنا خصنا نعطيو لك الورق باش ديري هاد النهار، حيها على باباهم. كي سيري تقيدي في لاكيت، مشيت لاكيت قال لي لا رونديفو غدا، انا عندي في الورق هاد النهار. قلت لي لا سيري خصها تكون هي تكونفيرمي بانه عندك هاد النهار، ورجعت عند هذيك لانفيرمي غادي دير لي اللي غادير لي تيست، وحيدات لا رونديفو ديال الغدا، بروغرامات هاد الرونديفو ديال دابا، رجع لاكيت وانا رجع عند لا بوغتيغ. غادي نمشي على الصباح، عرفتو بكيت 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 ماشي بحال المره الاولى لي دو ناغين خص ديروهم، درت لي دو ناغين ولكن قصحتني المره هذيك، المره ما قصحونيش المره الاولى، المره الثانيه ما قصحونيش، هذه المره كنحس بشي حاجه عندي هنايا القصيده قصحتني حتى الدمع ودولي. يلا خرجت ناري ناري قصحتني حتى بكيت الدموع خرجوا لي، دارت لي لي دو ناغين ماشي بحال ماشي بحال المرات اللي قبل، دارت لي نيفي يعني بزوج زوج بهم تقيبات بزوج، قصحتني قصحتني وحق الله دابا لحد الان كنحس بهاد الجهه هادي بحال اللي فيها الحرور. المرات الاخرين لا ما تقصحش، هادي قالت لي لا حيت قلت لها قالت لي لا حيت كانوا هادوك لي كوتون تيج دوك اللي كيدخلوهم، قالت لي كانوا صغارين كانوا دايرينهم حتى على حسب الدراري الصغار، قلت لي يمكن تحسي فيهم، قلت لها يمكن تحسي فيهم ولا ما عرفتش انايا ما عرفتش هادو واش كيديروا لهم انفورماسيون على هذا الشيء. غادي تقولي لي وي الا ما كانتش انفورمي ما غاديش يديروها، ولكن الصراحه هادي قصحتني هاد البنت هادي والله القسم الا قصحتني. زعما انا ماشي من داك النوع اللي زعما شوشوت ولا دغيا نبكي على شي حاجه ولا، ولكن الصراحه والله قصحت بالمعقول. درت لهم الدجاج شرملتو، درت جوج تاع لي باركيت، المهم وحده تجي هكا باش تجي ساهله غير تدخل الفران، انا غادي نغطيهم نديرهم في الكونجيلاتور. انا هذا اللحم شريتو طري وشرملتو، بالنسبه للتشرموله راه شاركت معكم في واحد الفيديو، دابا نخليه لكم في صندوق الوصف هكا اللي بغات بنفس التوابل يعني ديال البروشيت تقدروا ديروا بهم الرجيلات ولا اللي بغيتوا. هذا غادي نديرو غير بهاد ديال بزاف، واحد البنات سولوني من اكسيون راه مابقاوش كيجيبوهم، انا منين خديتهم كنت قلتها لكم كم راه كيجيبوهم غير قبل الصيف يعني من بعد راه ما كيبقاوش يجيبوهم، داكشي علاش انايا خديت هاد الكبار
هاد المره. ديك المره هاد المره الربح كنت خديتهم صغارين. المهم غادي ندير غير هذا بالنسبه لهاد الطريفات ديال الدجاج، وغادي ندير معاها شويه ديال الزيت، وحتى هما غادي نديرهم في هاد لي باركيت. ما عرفتش غادي نشوف واش نقسمهم على جوج ولا نديرهم غير على واحد. المهم غنشوف على حسب الكميه. باش ما نطولش عليكم الفيديو لانه فيه بزاف ديال المراحل، هذوك الفخيضات ديال الدجاج ما شاركتهمش معكم، ولكن راني سابق لي ودايراهم، داكشي علاش ما درتهمش معكم. هذا راه فيه الملحه، يعني ما ديروش الملحه. صافي انا غادي نديرو هكا وندير معاه الزبيده واحد شويش اللي فيها الثومه بحال هذا الشكل. هذا غادي نشرملهم مزيان ونديرهم في نشرملهم، يعني نخلطهم ونديرهم في لي باركيت. مع شويه ديال القزبر المعدنوس الثومه صافي. وهكا اما يدوزهم في المقله يشحرهم يجوهم ساهلين، اما هو ولا انا. المهم غادي نشوف اللي على حسب الوضعيه. المهم بحال هكا على الاقل، اما هادو شتو كيجيو حتى شلاضه، يعني غير دوزوهم تشحرهم بحال دابا، غير دوزو تشحرو في مقله ما كتلصقش، وديروهم مع شلاضه خضراء مطيشه فيها الخيار. صافي ها هو الغداء ديالكم ولا العشاء موجود. كما تقدروا عاوتاني ديروهم مع الخضره، ولا المهم طرفكم بالخضره ولا البطاطا مقليه ولا اللي بغيتو. انا غادي نديرهم هكا. غادي ندير البروكولي دابا نسلقو نفورو، نسلق اما الروز ولا لي بات، غادي نشوف شنو نسلق باش يزيدوه معاهم. صافي بغيتو ما يكحلش، خصكم هي تفوروه ولا تسلقوه وديروه مع ديروه في الماء بارد مباشره، هكا ما كيشدش ديك الكحوليه كيبقى في اللون ديالو بحال هذا الشكل هذا. المهم عندنا البروكولي هنايا، هذا الروز نسلقته تسلق في الماء والملح عادي، ومن بعد صفيتو. هذا الروز كومبلي داكشي اش كتشوفوا اللون ديالو شويه غامق. من بعد كناخذ الكاسرونه كندير فيها شويه ديال زيت الزيتون، كنشحر فيها واحد البصيله على الطول حتى كطيح كترجع بحال هذا الشكل هذا، وكانت في البوطو كنزيد عليها الروز وكنخلط. كديك البصله كتعطي واحد المذاق زوين حلو للروز. دونك فوالا دابا غادي نغطيهم. بالنسبه للي سالاد انا كنصايبهم دائما قبل، راه عندي في الثلاجه بحال وريت لكم، وراه كيصبروا البنات. راني مشيت سافرت وجيت ولقيت مطيشه، لقيت اللتشين ولا الليمون، لقيتهم عاد هكاك في البلاستيك. شنو لقيت اخر؟ الليمون وسكينجبير طري، لقيتهم عاد هكاك بحال يلاه، يعني شريتهم غير هاد السيمانه هذه. المهم هادو غادي نغطيهم، وهكا على الاقل المهم واحد اليومين الاولى يمكن غادي يطيب هو، واليومين الثاني نقدر نوقف انا ونطيب. المهم هادو على الاقل باش ما بقاش واقفه بحال هكا نتسنى حتى يتفوار ولا هذا. المهم ديباني بعد ديك اليومين الاولى ولا 3 ايام، ومن بعد راه غادي نشوف الثيرموميكس ولا غادي يعاونني. دابا غادي نغطي عليهم نديرهم في الكونجيلاتور، لان حتى حاجه من هادو ما سيغجولي، يعني كلهم طريين. حتى البروكولي راه كان طري، يعني ما كانش سيغجولي، كلشي هادشي طري. غادي نديرو في الكونجيلاتور وغادي نبقاو يعني نجبدو كل مره نجبدو على حسب. قلت لكم كلشي غنديرو في الكونجيلاتور ولا حتى قطعت وقلت المهم هذا ما غاديش نديرو في الكونجيلاتور، غادي نخليه في الثلاجه. هذا غادي نخليه في الثلاجه، وغادي نخلي لهم واحد هذا في الثلاجه. هادو ثلاثه غادي نديرهم في الكونجيلاتور، ولكن غادي نديرهم في الكونجيلاتور الصغير، غادي نقربهم لا لي هو لا ليا ربما نعرف. المهم هادو ثلاثه غادي نديرهم بحال هذا الشكل هذا في الكونجيلاتور. احرى ندير هذا هكا باش منين يجبد الاول هذا ويجبد موراه هذا وهذا، ولكن غادي يكون واحد النهار يمكن غادي يدير الحوت، قال لي واحد النهار غادي يدير الساندويتشات. المهم على الاقل بعدا هكا غير باش كيما قلت لكم سهل عليا. هادو لا هادو غنديرهم في الثلاجه بجوج ثلاثه بيهم، هادو النهار بحال الجمعه ان شاء الله. اما الخميس باقي لهم الماكله اللي غادي ياكلوها. دونك الخبز راه عندي في الكونجيلاتور دائما، انا كنوجد قبل المهم كتعرفوني وجدت كميه كثيره ودرتها في الكونجيلاتور. فوالا هادشي اللي نقدر نوجد لهم. بالنسبه لي جاتو داكشي راه عندهم. ولو نتمنى من الله انني في ديك يعني ديك السيمانه الاولى نكون مزيانه ونقدر نطيب لهم واخا غير شي حاجه خفيفه مع الثيرموميكس. المهم انا وصلت دابا انستاليت في الشومبرا، دعواتكم معايا البنات، ان شاء الله كلشي يدوز بخير وعلى خير، ومهم نتلاقاو من بعد ان شاء الله الى كتاب لقينا في الحياه. شنو غادي نقول لكم؟ فيا الخوف فيا الخلعة، المهم معرفتش، المهم واحد الخليط واحد، واخا يعني ماشي هادي العملية الأولى ولا التانية، راه حتى
تبارك الله راه 6 6